نانسي اطلع معك على المنصه ولا تنزلين تحت؟ مثل ما بدكم. تفضلي. في البدايه نشكرك على هذه اللوحه الرائعه. ميرسي لكم. انا شفت التقرير وصراحه غرت من المشتركين. ليه؟ استضفتيهم عندك في البيت وطبختي لهم بعد؟ انت ما طلعت. وتعرفوا على بنتك. انا عزمت الكل بس. الله يحفظها لك ما شاء الله يعني على بنتك يعني. ميرسي. ما شاء الله ما شاء الله عليها. بس انا شفت فؤاد يتساءل على بنتك صح؟ فؤاد؟ لا كان عم يعمل لها حركات بس كنت مبسوطه كثير. انت سمعتي اصوات المشتركين في هذا الموسم، شو رايك في اصوات المشتركين المتبقين الستة اللي زاروك اليوم؟ يعني حسب رايي انا كل حدا شفت عنده هيك روح حلوه بصوته، كل واحد بيميزه صوته بشيء هيك معين لإله خاص فيه، ما في يعني اختار حدا بس كل حدا عنده شيء مميز اكيد لحتى وصلوا لهالمرحله يعني كلهم اصواتهم حلوه كمان. شو عن عبد العزيز ضيفك؟ كان ثقيل الضيف ولا خفيف على القلب؟ ثقيل. ثقيل. لا مش الحال مش الحال. على العموم نانسي يعني كثير لذيذ كثير لذيذ مع الديكور هذا مو بنانسي عجرم الحين نانسي في بلاد العجائب صارت. نانسي في السنافر. على العموم نحن بننتقل
من بلاد العجائب هذه وبنفتتح فصل الخريف مع أول مشتركين بيغنون ديو معنا اللي هم جميلة من المغرب وإسماعيل من المملكة العربية السعودية. في أول مفاجأة بتكون للمشاهدين ونانسي بتكون معنا مفاجآت إن شاء الله في هذه الحلقة معاك خلال هذه الحلقة وديوهات جدا جميلة. على العموم نشوف إسماعيل من المملكة العربية السعودية وجميلة من المغرب في هذا الديو.